اليوم رح نعطي نصائح غذائية كرمال صحة العين والنظر. على أي أكل لازم نركز كرمال صحة العين والنظر؟ أول شي السمك مثل التونة السالمون والسردين كرمال مادة الأوميجا 3. تاني شي النتس والليجيومز مثل الكاجو مثل البينات مثل اللنتلز كرمال الأوميجا 3 والفيتامين إي. ثالث شي البذور كرمال الأوميجا 3 والفيتامين إي. رابع شي الحوامض مثل الليمون مثل الأورنج مثل الجريب فروت كرمال الفيتامين سي. خامس شيء الخضرة الخضراء كرمال الفيتامين سي. سادس شيء الجزر كتير مهم كرمال البتا كاروتين والفيتامين اي. عنا بعدين سابع شيء البطاطا الحلوة كرمال البتا كاروتين والفيتامين اي. تامن شيء الزنك منلاقيه باللحوم. وتاسع شيء المي كتير مهمة كرمال ما يصير في نشاف، لأنه إذا صار في نشاف بتتعب خلايا العين وهذا الشيء بيأثر على نظر الإنسان. هيك بنكون خلصنا النصائح الغذائية للهيلثي ايز والفيجن. بلاقيكم بفقرة تانية.